بودكاست لك أختي. السلام عليكم أخواتي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم بخير، ومرحبا بكم في هذه الحلقة. حلقة اليوم حبيت تكون حلقة خفيفة نحكي فيها على موضوع جد مهم. موضوع اليوم ربما ناديا ما نحكو عليه، غالبا ما نلقاه أغلب الناس كيحبوا يتقربوا من الله عز وجل ويحبوا يصحوا أنفسهم، يذكروا إما موضوع الصلاة، قراءة القرآن، الأذكار وإلى غير ذلك وفقط، ولكن ينسى واحدة من أعظم الخطوات وأجلها للتقرب من الله عز وجل، وهي الصدقة. وعلاش الصدقة بالتحديد؟ نجد الجواب في الآية 10 من سورة المنافقون في قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ومن سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. شوفوا كمية الترهيب في الآيتين. وش نفهمه من الآية الأولى؟ أنه بعد الموت تاعنا نبدأ نستناو صدقة درناها لعل وعسى تخفف علينا العذاب وتيسر لنا ولو بشيء قليل من الحساب. فهذه الآية تحثنا على الحرص على الإنفاق قبل أن يأتينا اليوم، لكل واحد فينا يبدأ يقول يا ليتني نرجع نتصدق، يا لو كان شوية ونخفف على نفسي هذا العذاب. لما للصدقة من أهمية عظيمة في التقرب من الله عز وجل وتخفيف العذاب. وكذلك في الآية الثانية شوفوا الترهيب: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا خلة معناه الكل يتخلى عنك والكل يتخلى عن بعضه البعض، كل واحد نفسي نفسي. ولا شفاعة لا يشفع أحد، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أمك ومكاش، يعني حتى واحد ما يبقى لك، فقط نفسك أنت والعمل تاعك وفقط. أي لا توجد ولن تبقى أي محبة، كل واحد نفسي نفسي، إلا ما قدمت يداك، ما قدمت من صدقة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. ولاحظي معايا أختي في الآية، قال الله عز وجل: مما رزقناكم، معناه بعض، مطلبش ربي كل وش عندك، يعني البعض مما لديك، مما رزقك هو، معناه ربي هو اللي رزقك، ما قالش من رزقك، قال مما رزقناكم، معناه الرزق من الله عز وجل، ربي هو اللي رزقنا، لا بحيلة منك ولا بمعرفة منك ولا شطارة منك، وإنما مما رزقك الله سبحانه وتعالى. وأعرفي أنه مجال هذا العمل والذي هو الصدقة مفتوح فقط ما دمت حية ترزقين، ما يبقى إلا ثلاث بعد موتك: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وهذا في حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصدقة الجارية تبقى بعد الموت، لكن وقتاش نديروها؟ وقتاش نديروها باش تبقى لنا صدقة جارية بعد الموت تاعنا؟ نديروها ونحن في هذه الحياة، إذا ما درناهاش وإحنا في هذه الحياة سيبون فتنا القطار. الآن بعد ما عرفنا أنه علينا بالصدقة وأنها خطوة عظيمة لتخفيف العذاب وتيسير الأمور، دوكا لازم نعرف وشنو هي الصدقة، وهل علينا بالصدقة سرا أم علانية. أولا، الصدقة هي ما يخرجه المرء من ماله على وجه التقرب لله عز وجل وطلب ثوابه بدون أن يتبع ذلك بمن ولا أذى. معناه ماشي نتصدق بحاجة ومن بعد نبدأ نقول أنا وأنا، ولا الإنسان اللي تصدقت عليه تروح ليه وتقول له أنا اللي درت لك وأنا اللي عملت لك وأنا اللي صنعت لك وجو سي باكوا، أبدا، وإنما تكون الصدقة فقط ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى. وهذه الصدقة هي أنواع، وإحنا ما راحش نحكو على أنواعها، وإنما بصفة عامة في هذه الحلقة راح نحكيو على الصدقة. وبالصدقة راح تكون عندنا خيرات كثيرة وعظيمة ينالها المرء، يعني خيرات ما نقدروش نحصروها وما نقدروش نحكيو عليها، ولكن بصفة عامة
هناك خيرات ينالها المرء في دنياه، وهناك خيرات ينالها المرء في أخرى. في دنياه أنه تكون عنده بركة في حياته، بركة في ماله، واحد الطمأنينة، واحد الراحة تكون عند الإنسان المتصدق الذي تصدق ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. وأخرى هي ما أعده الله له من ثواب وأجر، يعني بعد الموت التاعه ويوم القيامة وإلى غير ذلك. وعندنا حديث عظيم من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو والصدقة برهان، أي أنه الإنسان اللي يتصدق هو إنسان صادق الإيمان، فالصدقة برهان على صدق المرء في إيمانه. معناه إذا كنت أختي راح تتصدقي، ولا أنت إنسانة تكثرين الصدقة، هذا دليل على صدق إيمانك، برهان على صدق إيمانك. بكى، هل هذه الصدقة تكون سرا أم علانية؟ الإجابة، الإنسان يتصدق سرا وعلانية، وذلك في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لكن الأصل في الصدقة السر، وذلك في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وش نفهمه من الآية؟ أنه صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. نحكي لكم واحد الحكاية بزاف عجبتني ودخلت القلبي، تبين جمال وروعة وعظمة صدقة السر. ذكر عن علي بن الحسين رضي الله عنه كان ينفق على 40 بيت في المدينة دون علمهم، ما على بالهمش، يروح يتصدق بلا ما على بالهم. كان يخرج في آخر الليل ويضع الصدقات عند الأبواب، مال أو أكل أو ما وضع، المهم يضع الصدقات عند الأبواب. وكل هذا صح ما على بالهمش، ما على بالهمش شكون راه يحط هذه الصدقات ليلا. وقتاش عرفوا؟ أنه هو لما مات، لما مات انقطعت هذه الصدقة. تخيلي عظمة هذا الأمر، وكيف هي هذه الصدقة، وكيف يراها الله سبحانه وتعالى، أنه حياتك كاملة وانت تقدمي في صدقة لا يعلمها إلا الله وأنت فقط، يعني سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن صدقة في السر هي الأصل، لأنها بعيدة كل البعد عن الرياء والسمعة، وأبعد عن المن وأبعد عن الأذى. ولكن في بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى صدقة العلانية حتى يذكر ويشجع، كأن يأتي مثلا ويظهر ويدفع أمام الناس، لكن هذه صعيبة بزاف، تحتاج إنسان يعني عود نفسه على الصدقة، معناتها تولي لا تفرق معه، ما تفرقش وش يقولوا، كيفاش يشوفوا، كيفاش يعظموه الناس، هذه لا تزيد ولا تنقص منه شيئا. لكن هذه يعني تحتاج إنسان حقا مستقيم، صعيبة مش كيتش لحنا الحقولة، ولكن نسأل الله أن نكون من هؤلاء الناس. وإضافة إلى ذلك، استحب أهل العلم أن صاحب الصدقة لا يتصدق بنفسه، وإنما عن طريق وكيل، حتى لا يعرف الناس أنه هو اللي يتصدق، ويكون أقرب إلى الإخلاص. مثلا أنه أنت حبيتي تتصدقي بصدقة، ما تروحيش أنت وتقدميها لهذاك الإنسان، وإنما مثلا تمديها الجمعية أو وحدة تقدر وعلى بالك بلي راح تلحق لها بدون ذكر اسمك، أو أي طريقة أخرى تقدري تلحقي بها هذه الصدقة. الآن تقولوا لي أوكي، فهمنا الصدقة وما هي الصدقة وهل هي سرا أم علانية وإلى غير ذلك. بصح أنا بواش نقدر نتصدق؟ أنا ما عندي والو، أنا جوست إتيديونت، ولا أنا فقط ربة بيت، ولا أنا فقط قاعدة في الدار برك، وش نقدر ندير؟ كيفاش نقدر نتصدق أنا؟ حسنا أخواتي، راح نديرو تطبيق كامل كيف كيف، ونعطيكم أفكار تطبقوهم ويكون لنا الأجر بإذن الله. أول شرط أختي باش نديرو هذا التطبيق هي أنه تخلصي هذا العمل فقط لوجه الله، نيتك هي ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله لا غير، لا رياء ولا تكبرا ولا منا ولا أي شيء. الآن التطبيق هو أنه كل واحدة فينا عندها حوائج، ملابس، وهذوك الملابس من بيناتهم ملابس ما نلبسوهمش، يعني فقط شدين لابلاس في الخزانة، هذا مكان. تسمى وش راح نديره؟
نخرجوا كامل الملابس تاعنا اللي راهم في الخزانة، تاع صيف شتاء ربيع خريف، كامل الملابس. صح راح تتعبوا، بصح هاد العمل حقا يستاهل انه تتعبوا، اجر هاد العمل صح يستحق انه تتعبوا هاد التعب. خرجوا كامل حوايجكم ونحطوهم وننظموهم، اولا حسب الفصل، فصل الشتاء وحدهم، فصل الصيف وحدهم، فصل الربيع وحدهم، فصل الخريف وحدهم. وبعدها ملابس كل فصل نفصلوهم، الصالحة لللبس والغير صالحة. وفي الملابس الصالحة لللبس اختاري الملابس اللي تلبسيهم واللي ما تلبسيهمش، صاف دير الملابس اللي راهم كبار عليك ولا صغار عليك يعني ضياقوا عليك، ولا اللي عندك مدة ما لبستيهمش وما تفكرتيهمش. بون ما تفكرتيهمش ماشي دوكا تفكريهم وتنفح لك تلبسيهم، يعني حياتك كامله ما لبستيهمش دوكا تفكري تلبسيهم وانت تتصدقين، يعني وانت راكي راح تصدقي تبداي تزيري على الحاجه باش ما تخلايش عليها. ابدا اختي، يعني هذا العمل راهو لوجه الله فقط، معناه حاجه ما كنتيش تلبسيها وما خممتيش فيها ما تجيش تماك تخمي فيها، حطيها سيبو. المهم بعد ما نظمناهم نغسلوهم ملاح ونعطروهم بعطر الشباب، ونجيبو دي صاشي ملاح اللي عندنا، سواء يكونوا عندنا في الدار سواء ما يكونوش عندنا، اللي عندها دراهم تشري دي صاشي شابين وتحط فيهم، اللي ما عندهاش معليش نشوفو لي صاشي اللي عندنا في الدار. نطوى هذوك الملابس ونحطوهم في دي صاشي ونعطوهم الأقرب جمعية لنا، ولا إذا تعرفوا أشخاص ما عندهمش أبحثوا لهم هاد الحوايج. وأعيد وأكرر، من الأحسن أن لا تقدميها بيدك أنت، وإنما عبر وكيل سواء جمعية ولا أشخاص. وحذاري أخواتي، حبيت نحذركم من هاد النقطة بالضبط وبالتحديد، رانا نلاحظوا كوارث بما يتصدقون الناس من ملابس، ملابس كاتاستروف، سواء مقطعين سواء قدم، يعني سي بون ما بقت لهم صلاحيه لللبس. يعني هي صح كي راح تصدقيهم كاين الناس اللي فغيمو ما عندهمش وراح يلبسوهم، ايه، ولكن اختي حطي نفسك في هذاك الموقف، هل هذه الملابس ترضينها على نفسك ترضي تلبسيها ولا لا؟ لا، اذا سالتي نفسك هذاك السؤال وما رضيتيش تلبسيها اذا ما تصدقيهاش اختي. هذا تطبيق، وكاين عدة أفكار، يعني أفكار الصدقة أوسع وأوسع من ذلك. مثلا ذكاره الصيف، ديجا رانا في الصيف، ديجا راه يسخانه، تصدقي بقرع ما مثلا تحطيهم في كونجيلاتور تبرديهم شوية وتصدقيهم، سوا في لافاك تحطيهم لي زيتوديون، تخيلي أنه طالب علم و وتعطيلو قرعمة، يعني تحطيهم ماشي شرط تعطيهم بيدك، حطيهم جيست عند الباب وكل واحد يدي قرعة، ولا مثلا في المسجد ولا برا ولا يعني اي مكان، ماشي شرط تمشي وتقسميهم ابدا، يعني حطيهم في مكان اللي يقدروا يدو منه الناس ويقدروا يتقربوا منه ويدو، ماشي نحطوهم برا في الطريق واحد ما راح يتوشيهم باينه. او مثلا نشرو دي صاشي حلوة، حلوة لدراري صغار يعني تفرحي بها الأطفال الصغار، وانتي برا تعطيهم كل مرة شوية ولا تقدميهم للجمعية وين يقراو ولا أي مكان، وإلى غير ذلك. أفكار يعني عظيمة وعظيمة وعظيمة، فقط حبيت نبدلكم هادوما الأفكار البسيطة باش تعرفوا أنه كل واحد فينا قادر يتصدق، قادر يعطي من وش عنده، حتى وما عندكش المال تقدري تصدقي بأشياء أخرى، وإذا عندك المال تصدقي من المال، وسيعوضك الله أضعافا مضاعفة. المهم مش حبيت نقول لك أختي، تصدقي مهما كان لا تستصغري الصدقة، عندك 100 دورو هذا وش عندك صدقيها، عندك حبة حلوة في جيبك مديها لطفل صغير يفرح بها، عندك ملابس زيادة في خزانتك أغسليهم عطريهم وصدقيهم، كاين ناس اللي فغيمو محتاجينهم. أي صدقة درتيها لا تعلمين عظمتها عند الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. انتي تشوفيها صغيرة ايه، لكن الله سبحانه وتعالى يضاعفها لك بمقادير مضاعفة أكثر وأكثر، فقط
أخلصي كل عملك له سبحانه وتعالى، واحذري الرياء فيذهب بعملك كله، وبادري للخير وأنشري الخير. مثلا دوكاكي سمعتي هذه الأفكار وانتي قاعدة وسط جماعة، وصلي هذه الأفكار، يعني بلا ما تقولي أنا وأنا درت ولو كان تشوفوا البارح ناس ما عندهمش وأنا عطيت لهم وجو سي باكو، أبدا. احكي فقط على المبادرة، ما تقوليش بلي أنا درت، ولا قولي أنا سمعت وحدة قالت وعجبتني ليدي، ولا لو كان ليمو كامل حوايجنا ونصدقوهم. يعني المهم لا تذكري نفسك انه انتي درتي، ما تذكريش، اتركيها سرا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وفي الاخير حبيت نطلب منكن طلب حتى نتشجع ونشجع انفسنا على فعل الخير، وذلك تطبيقا لما قام به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واقتداء به حين أمر الصحابة أن يتصدقوا، فجاء كل واحد بصدقته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك مصلحة حسنة وتشجيع باش يتصدقوا كامل. مثلا وش حبيت نقول من هذا الكلام؟ أي وحدة قامت بصدقة صغيرة، حلوة ولا ريت طبي في الحوايج بعد ما رتبتهم في ديساشي، ولا خصت نقود في أنفلوب وراح تعطيهم، يعني خصت نقود في ظرف وراح تعطيهم. صوري وبحثي هذه سور انستغرام، بودكاست لك اختي اللي ما تعرفش الانستغرام تاعي، صوريها وانا ننشرها فقط باش نتحفزوا. مثلا كي راح تصوري حبه حلوه راح تعطيها، ماشي تصوري الطفل وانتي تعطيها له، يعني فقط حبه الحلوه فقط باش نتشجعوا، هذا ما كان. ودوكا بالك تقولوا لي هذا رياء والى غير ذلك، انا ما نعرفكمش وانتوما ما تعرفونيش، وكل واحدة فيكم ما تعرفش الاخرى، وكي راح ننشرها في ستوري واحدة ما راح تعرف شكون الانسان اللي بحث لي. اذا فقط باش نتشجعوا على هذه المبادرة الطيبة، على هذا العمل الخيري. كانت هذه هي حلقة اليوم، نتمنى تكون حلقة خفيفة عليكم، وهذا هو حديثنا لحلقة اليوم، حكينا على الصدقة، نتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا شنو هي الصدقة وكيف تكون هذه الصدقة ولو بالشيء القليل. انتظر تطبيق كن لهذه التطبيقات اللي قلت لكم عليهم، ومام أنا راني رايحة نطبق معكم بإذن الله، وأسأل الله أن يكتبنا كلنا هنا من المتصدقات فيخفف عنا الحساب ويجعله يسيرا سهلا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. وبهذا أختم فأقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك إن أخطأت.